بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحب بكل اللي بتابعونا في بيت الهنا. مشاهدينا الكرام، من خلال احنا مع التطور زي ما بنقول منتشر واصبح كبير في المجتمع السوداني، بنلقى انه في بعض المسميات اللي اصبحت دخيله عموما على الوطن العربي ودخلت السودان، ما عارفين اذا احنا نقدر نتناقش فيها او نتكلم عنها او ندخلها حتى في مناهجنا. لما نتكلم عن الثقافه الجنسيه للاطفال، او زي ما في ناس كان بيتكلموا انه عايزين يدخلوه في المنهج السوداني، هل الثقافه دي ونوعيه الثقافه دي تحديدا بنقدر نتناقش فيها كاسر؟ نقدر نوري اولادنا الصح والغلط من اعمار صغيره؟ دي كلها امور احنا حابين نتكلم فيها ونعرف انه مدار انه احنا ما نثقف اولادنا شنو. هنتكلم بصحبه الاستاذه اماني ابراهيم ابو سمره، وهي امين امانه الطفوله بولايه الخرطوم، هتشرفنا في استوديو بيت الهنا. تعالوا نستناها سوا. بيت الهنا. اهلا بكم مشاهدينا، وصلت لصالون بيت الهنا الاستاذه اماني ابو سمره، وهي امينه امانه الطفوله بولايه الخرطوم. اهلا بك كثير وشرفتينا في استوديو بيت الهنا. اهلا مرحبا بكم في قناه الشرف وبيت الهنا. اهلا بك. موضوعنا شويه حساس لانه احنا كاسر سودانيه نوعا ما مش ما بنحب نتكلم عنه، لكن بنحاول نحافظ على المساله. لكن بالتطور انت عارفه اللي بقى موجود بالتلفزيونات، يعني شرائط الفيديو، بقت فعلا في حاجات بتظهر في المجتمع السوداني، فلازم نعمل لها نوع من الحد، فالتوعيه لها افتكر انه شيء مهم. طيب استاذه امال، بالنسبه لتربيه يعني التربيه الجنسيه للاطفال دي بنعني بها شنو؟ التربية الجنسية للأطفال أول حاجة بنوعي الطفل يعني أعضاء جسده إنه شنو محرم عليه، حد تاني يطلع على جسده، وده جسده ده حاجة ملك له وما في شخص يطلع عليه غير هو، وممنوع يعني محرم. أيوة. بنعلمه كيف يحافظ عليه. احنا بنبدا متين يعني استاذ امان انه نوري طفلنا بالحاجه دي؟ يعني مثلا هلا بنبدا بها تدريجي كده لما يكون هو مع اخوانه، ولما يكون الولد الأول كيف بنقدر نتعامل معه؟ يعني والله بتبدأ بها الأم طبيعيا من ما تبتدي تعلم طفلها من السنة الأولى كيف يدخل دون مؤاخذة عفوا بيدخل الحمام. أيوة. بتعلمه أنه أدخل براك وهي أنا واقفة لك من برا، على أساس تعلم منك حتكون براك. شوية شوية بتكفل منه الباب، وبعد ذاك يعني كل ما هو يبتدي يوعى على حسب الدرجة بتاعت وعيه، احنا بنديه الوعي الجنسي جرعه جرعه. ايوه، يعني معناها من كلامك ده احنا بنحقق له الخصوصيه، خصوصية. او بنعلمه على الخصوصيه. ايوه. انت عارفه في انه بعض الناس يعني طبعا لما يكونوا ما شاء الله حتى الاطفال متقاربين لبعض، بيدخلوا مثلا يستحموا سوا، بتحميهم الام مع بعض، او حتى ممكن يكبروا لعمر معين 5 6 7 سنين. التصرف ده صح ولا غلط؟ غلط. يعني كاجراء غلط. انا بفتكر انه كل طفل يستحمى براه حتى لو كانوا صغار، عشان من البداية الحاجة اللي بتعوديه عليه هو اللي حيكبر عليها. طب احنا بدينا نعلم الحاجة دي حاجة جميلة، بانه ورينا الام انه مسألة الحمام او تعليم حتى الحمام يكون كل طفل على حدة يعني. طيب الحاجة دي هتفيدنا شنو لقدام؟ هتفيد لقدام يعني هو اثناء ما هو طفل صغير وهو مع اخته بيستحموا، إذا بالذات لو بقى النوع ذكر وأنثى، يعني حيبتدي يطلع إنه أعضاء جسده تختلف. طيب أنا ليه من البداية نبهته على حاجة زي دي هو صغير عليها؟ خليها تجيه بالتدريج، بعد ذاك أعرف الولد شنو والبيت شنو، أعضاء منفصلة. استحمى كل واحد برا، يبدل ملابسه حتى كل واحد برا، على اساس انه فعلا ما نخلي مساله المقارنه هي بتكون كدهشه. يعني هم ما بيفهموها طبعا في وقتها، ما بيوعلها، لكن استدراكها من وقت بدري ممكن تعمل مشكله. طيب احنا عندنا سؤال يعني كان للناس بانه رايك التربيه الجنسيه للاطفال هل هي ضروريه ولا لا؟ نشوف الاجابات مع بعض. تفضل استاذ عمر. ايوه ضروريه، لانه يعني لازم اول شيء الاطفال يكونوا عارفين الممكن يحصل لهم شنو، يعني عرفتي كيف؟ يعني ما يحصل لهم اي تحرش او اي يعني زي ما يقولوا شنو استغلال. ايوه. نعم ضروري لانه التربيه بتاعت الاطفال دي لازم الانسان يكون يعني متعلم من هو صغير. يعني التعليم هو صغير يكون افضل حاجه، لابد من انه يكون متعلم عن التربية الجنسية وعن الأخلاق والآداب التربية ذاتها. والله أنا باعتقادي وأنا معلم مرحلة أساس
انه هذه التربيه لا علاقه لها بالاطفال، بحكم انه هي اساسا التربيه لانسان بيصل عمر معين، بيمر بمرحله معينه، حتى بعد ذاك هو بيحس بالواقع الجنسي في نفسه، بعد ذاك انت ممكن تثقفه. اما في المرحله دي التربيه ما خاصه بالناحيه الجنسيه على الاطلاق، ولا بحس انه ده موضوع ممكن يطرق عند الاطفال. والله طبعا ضروري، لانه الاطفال في يعني في مراحل كثيره من عمرهم بيكون عندهم اسئله، يعني اسئله عن الموضوع ده زي متكرره، فهي ضروريه في انه احنا المفروض نكون عندنا اجوبه جاهزه للاسئله بتاعتهم. نشكر المستطلعين. يعني ممكن يكون فيهم ناس او حتى الناس في البيوت بيشوفوا انه المساله دي صحيحه او غير صحيحه برايهم، طبعا احنا هنعمل لهم ان شاء الله عمليه بتاع التثقيف عشان نوري المساله كيف تكون يعني في مصلحه الطفل. طيب استاذه اماني، في ناس بيشوفوا انه التثقيف بالتربيه بهذا النوع من التربيه انه بيفتح باب شر على الطفل، بانه بوعيه او بيفتح عينه زي ما بنقول على حاجات ممكن تكون سيئه جدا بالنسبه له، الكلام ده هل هو صح ولا ممكن يكون هو صحيح لكن نتعامل معه بهذه الطريقه؟ هو ما باب شر، لانه زي ما قلت الام مفروض تكون واعيه لتربيه طفلها، لانه نحن بقينا على عالم مفتوح بعالم الانترنت. صحيح. واحسن الطفل ياخذ المعلومه من اقرب زول له اللي هي امه، احسن من ما ياخذها من اصدقائه من اهله، لانه حتجيه المعلومه حتشوش عليه فهمه الصغير. ايوه يعني صح. في ناس يعني بيشكو مثلا بعض الامهات يقول لك والله ولدي جاء من المدرسه وقام صاحبه قال له حاجه معينه لكن ما قال له صح، فهي لما اجي انا اقول له صح هو هنا عمليه التشويش. فاحسن هو ياخذ المعلومه من البدايه صحيحه احسن مما تكون مشوشه او خاطئه يعني. ايوه. طيب متى نحن بنبدا ده؟ يعني هل انت ذكرتي لي في الاول المساله الاولى يعني اللي هي معرفه اجزاء جسمه كمرحله اولى، يا ترى المرحله اللي ببدا فيه واثقف فيه بالمساله دي من يا ترى عمر تقريبا ونوعيه الجرعه ذاتها شنو استاذ امان؟ يعني من سن 4 لسن 5 6 سنين احنا بنوعي، يعني تبتدي الالعاب دي لعبه البنات ودي لعبه الاولاد، لانه نحن بنختلف، احنا طريقتنا برانا وهم طريقتهم براهم. يعني ما ممكن طفله تجي تلعب لي بعجله وباي يعني تيجي تنطط الحيطه ويجي ولد يلعب لي بعروسه، لان احنا جنسين مختلفين. حابتدي اسقف، ولما نكون في المدرسه ولما نمشي الحمام امشي مع صحباتك الحمام، خليهم يقفوا لك برا وانت ادخلي جوا واطلعي وامسك لهم باب الحمام مثلا. فمن سن اول ما ابتدي انا ادخله المدرسه هو حيبعد عني. طيب ابعد عني لكن ابعد وهو معاه الثقافه. ايوه ايوه. لو حصلت بعض الممارسات الخاطئه يعني في عمر صغير وجو حكى، تصرفي هيكون كيف كأم؟ اوعي ان التصرف ده غلط، ما في حد يجي زي ما قبلك انا وعيته انه ان ده خصوصيه جسمك، ما في حد يمسك لك ينزل ملابسك الا انت بس تنزلها، وفي الحمام وللضروره تبديل الملابس. ما في حد يجي يقول لك تعال بورا، يعني الكلام ده كله امنعه منه لانه غلط. ايوه بس ببساطه بقول له غلط. ايوه. وبعد ذاك هو بيبدا يسال لما يكبر شويه بانه غلط ليه. ايوه. يعني بعد ذاك اللي هي احنا بنخاف عليهم حقيقه، لانه انت عارفه بانه في نسبه يعني ظهرت بتاع التحرش ممكن بتحصل للاطفال اذا كان من اعمار اكبر او اذا كان يعني ناس لهم علاقه بالاداره في المدارس مثلا. فهل المساله دي ممكن تكون فيها نوع من التخويف، يعني يخافوا مثلا يقول لهم ما تكلموا زول ما توروا زول، علاقته بعد ذاك بيها تكون كيف؟ يعني هو خايف من انه حصل له نوع من التهديد. دي بتعتمد على نوع علاقتك اللي بنيتيها بطفلك هي شنو. اذا بنيت على علاقه بثقه حتى لو الضغط ده وعامل له عمل وقال له ما تمشي تقول، بالعكس لان انا صاحبته ما امه حيجي يقول لي. ايوه هي معناها التربيه ثقة. من البدايه. ايوه والثقة. تربيه. جميل. اتمنى ان شاء الله الثقه تكون دائما ما بين الابناء والامهات ان شاء الله. ان شاء الله. هتواصل معك اكيد، ولسه عندنا كثير من المواضيع اللي هنناقشها في موضوع اليوم، بس فاصل قصير مشاهدينا ونرجع لكم، خليكم معنا. بيت الهنا. نتواصل معكم مشاهدينا ونتواصل في موضوعنا اليوم نوعا ما حساس لكن ضروري ومهم في ظل العصر احنا عايشين فيه، ولازم نوعي اولادنا بشكل كبير. برحب بك مره ثانيه استاذه اماني ابو سمره. اهلا وسهلا. طيب في المدرسه احنا تكلمنا بانه في نوع من التثقيف بيننا وبين ابنائنا ونوع من الثقه لازم نكون يعني يكون بيناتنا.
زمان الناس ما كان بتعمل كده، يعني على أيام أماتنا وحبوباتنا ما كان في أصلا نوعية الكلام في الحاجة دي، مش علشان يعني هي عيب أول حاجة بخطوها، وتاني حاجة إنه الأخلاق أصلا موجودة بشكل كبير ومعروف. يعني حوجتنا شنو الزمن ده إنه إحنا نتكلم ونعمل نوع من التثقيف الجنسي للأطفال، نوعي بيه الأمهات والأطفال. زمان كانت الأسرة ممتدة اللي هي فيها الجد والأب والأم والخالات والعمات. زمان كان الحوش واحد والحوش كبير، ولو أمك ما في عمتك هي أمك أو خالتك هي أمك. عشان كده ما كنا محتاجين نتكلم في الحاجات دي، لأنه العلاقة ما مباشرة بيني وبين طفلي، بقت علاقة أسرة ممتدة. لكن الليلة بقت الأسرة نووية، بقى فيها أب وأم وبس. فدي هنا بعدت الطفل من الجو بتاع التوعية. يعني بدل ما يكون عليه رقيب أسرة مكونة من 8 أو 9 أفراد، بقى الرقيب عليه أم وأبو وبس. ومع ظروف الحياة الأم والأبو ما متواجدين في البيت، بظروف الحياة الاقتصادية بقى كل زول طالع في عمله. صحيح. عشان كده الناس ما كانت زمان بتتكلم، ما محتاجة تتكلم. صحيح والله. ليه طيب الناس بتخاف حتى في الوقت يعني في الوقت الراهن إنه تتكلم في المواضيع دي لها علاقة بتثقيف أبنائنا جنسيا، أو حتى إحنا نناقشها كأمهات مع بعض؟ والله أنا بفتكر لو الأم واعية ومتعلمة ما بيكون في خوف من حاجات بتحمي طفلي. يعني دي بتعتمد على درجة الوعي. ليه طيب بنقول إنه يعني بتختلف نوعية التربية الجنسية للأطفال على حسب النوع؟ يعني إحنا ما بنجيبها معناها بالعوام، يعني بإنه نتكلم بشكل عام، معناها إحنا هنخصص وهنفصل التثقيف ده إذا كان للبنات أو إذا كان للأولاد. بتختلف، لأن الإجراء اللي بيتم على الطفل غير الإجراء اللي بيتم على الولد. البيت بيقول لها شنو بنثقفها كيف، والولد بنثقفها كيف؟ البيت بنجي بنقول لها ما في حد يهبشك في أعضائك التناسلية. والولد هو اللي بيحصل عليه وبيجي عليه برضو اغتصاب، والولد بيجيه ديما من نفس الجنس. البيت بيجيها ديما من جنس آخر اللي هو من العالم الذكوري، لكن بالنسبة للولد بيجيه من الذكور برضو، يعني من نفس الجنس. عشان كده بتختلف الثقافة وبتختلف التوجيه. يعني ما حقول لها حتجي مرة حتنزل لك ملابسك، حيقول لها حيجي دون مؤاخذة راجع حينزل ملابسك، وظل بيحصل الاغتصابات. أيوة أيوة. طيب دارين إحنا نكلم الناس مدام إحنا بنقدر نديهم بعض النصائح، يعني حتى إذا موجودة أسر فعلا بتتكلم بالوعي ده مع أبنائها، لكن دارين لهم يعني بعض المراعاة لبعض الأمور؟ يعني هل ممكن تكون في شروط لابد إنه تتوفر عندنا أو نوفرها في حديثنا مع أولادنا علشان ما يحصل كمان نوع من الخطأ ونديهم معلومة بطريقة خاطئة، وبالعكس بدل ما نثقفهم أو نوعيهم ممكن تبقى مشاكل؟ والله أنا بفتكر إنه على حسب العمر، غير التوعية الجنسية بوعي إنه يا أخواننا ما تدخل على النت، برضو لازم يكون في توعية على النت. ما بقول لهم ما تشوف البرنامج ده، لأنه أنت لو منحتي زول من حاجة بتبقى لا أحلى حاجة هي. صح كلام. يلا أنا بقول له تعال نشوف البرنامج ده، هو أحلى مفيد، تعال نفتح الموقع ده، أجيب ليه حتى أنا كذا موقع مفيد بالنسبة للطفل، أخليه بدل ما يمشي على مواقع بيدعو ليه الآخرين ليها، أنا أقول له تعال نشوف ده مع بعض. وأخليه لأني أنا صحبته أقعد معه ذاته أشوف المواقع دي. ومن هنا برضو الثقة اللي أنت قلتيها. الثقة أيوة. في كان كلام بأنه دارين يدخلوا نوع من التثقيف بشكل مناهج دراسية للأطفال. حبينا نسأل الناس ونشوف رأيهم شنو، هل بتقبل بأنه الثقافة الجنسية أو التربية الجنسية تدخل في المقررات؟ تعالوا نشوف الإجابات مع بعض. تفضل. أيوة لازم يعني يكونوا يعني لازم يكونوا عارفين الحاجة دي من بدري وكده، يعني يعني زي ما نقول شنو مادة تانية، يعني لازم يكونوا عارفين الحاجة دي وكده. يعني نعم نعم عيد هذا، يعني عملوا مدارس، عملوا كورسات في المدارس، يكون في كورسات للأطفال. لا أنا يعني مراحل معينة لو مسكنا مرحلة الأساس، لو أصل في مسائل زي دي بترتدي في الصفوف الأخيرة، يعني في الصف الأخير ممكن يعني تأخذ بعض الدروس أو بعض الأبواب بتتناول هذا الموضوع تناول خفيف، أساس إنه هنا ده أنت بتمر بمرحلة بتاعة دور مراهقة محتاج فيها إنك أنت يعني تحافظ على تواجد
الطفل ولا التلميذ داخل المدرسة ما تصرف له مسائل تانية عشان يقوم يعني يبدأ يتحدث في المسائل اللي هو درسها أو يناقش في المسائل اللي هو درسها. المسألة دي مرحلة تانية بتاعة التثقيف الجنسي ده قد يكون في مرحلة كانت المرحلة المتوسطة زمان أو هو داخل على الثانوي وممكن تثقفه باعتبار أنه هو إنسان عاقل ووصل مرحلة معينة. شكرا للمجموعة اللي كانت معانا. يعني هو كشيء ممكن يكون متقبل أستاذ أماني وغير متقبل في نفس الوقت. أنت رأيك شنو في المسألة دي؟ أنا أفضل يكون فيه توعية اللي هي زي مادة الأحياء بس مادة مبسطة، تعرف بأعضاء الجسم، تعرف ب هي اللي أصلا أعضاء دي. بقول لك كده، بقول لك إنه أصلا الكلام ده موجود في الأحياء. فإحنا الضرورة شنو إنه نعمل لنا منهج جديد يكون شكل سيء بالنسبة للأطفال. لا ما هو سيء، أنا حوعي لأنه الليلة الدور القايمة به المدرسة هو ما الدور كله مكمل دور الأم مع دور المدرسة. فلازم أنا الجرعة اللي بديها لي لما تتأكد من المدرسة بترسخ في عقله أكتر. لكن يعني يكون المنهج ده بطريقة صحيحة ومدروسة كويس. أكيد هو ما في منهج بيطلع من غير دراسة. يعني الأم ولا الأب الممكن يكونوا أسهل التعامل مع الأبناء وتوصيل لهم المعلومة يعني والتثقيف ده أو النوع ده من التربية؟ الأم. الأم هي أقرب حتى للولد حتى للبنت. لسه كنت أسألك حتى للولد برضو؟ حتى للولد الأم أقرب. علشان هي بتقعد مع أطول ولا علشان طريقتها ممكن مختلفة؟ هي الأم هي الصدر الحنين، هي الدفء، هي الحنان، هي وجودها مع الطفل أو مع الشاب، هي اللي بتقدر تتفهمه حتى من غير ما يتكلم. لكن الأبو بحكم إنه مشغول أغلب الوقت بر البيت بيبقى صعب، فنحن الأبو بنديه دور السلطة ودور القيادة ويكون مع الأم. يعني الأم دور يكون مع ابنائه وكمان ما تلغي دور الاب. لازم تلجأ له بس يكون شويه هو مراقب. أيوة. من على البعد شويه يعني حتى ممكن تحكي له انا اللي تكلمت مع والدي كده، تكلمت مع بنتي كده وكانت اجابتهم كده. حتى اذا حست بانه الاولاد ما قدروا يستوعبوا المعلومه كويس يقوم الاب يدخلها لكن بطريقه غير مباشره، يدخل اي بطريقه غير مباشره كانه ما عارف حاجه. ايوه طيب جميل. بالنسبه للمصادر الخارجيه اللي ممكن تبث السموم يعني في المسائل الجنسيه بالنسبه لاولادنا شنو يا استاذ اماني؟ والله أصدقاء السوء، أصدقاء اللعب برضو اللي بيقضوا معاهم أكبر وقت وبرضو يكون ما متعرفين عليهم الأسرة. يعني أنا أهم شيء يكون صديق طفلي أكون عارفة مش هو وأعرف أسرته يا حبزة، لأنه ضبط من لي تواجد ولدي معاهم هيكون بطريقة عامة الأسرة كويسة واستقبالها حلو وجميل. لكن أنا أقدر أعرف كيف بأن الأسرة دي ممكن تكون منضبطة على أساسها أقدر أخلي ابني يلعب مع ولدهم ولا لا؟ بتلاحظيها من حتى الألفاظ، طالما هو متواجد طفلي معاهم طوالي بتلاحظيها حتى في طريقة اللفظ والتعامل بتاع طفلك. يعني الأم أنا بفتكر المفروض تكون مراقبة طفلها يعني 24 ساعة أو قدر الساعات اللي هي بتقضيها معاه، بتقدر تعرف إنه طفلها ده لفظه هو اللفظ الخارج على النطاق المحدود نطاق الأدب. أكيد عرفت هو جابه من وين. الخطورة بتاعت اللجوء الأطفال لمصادر ممكن تكون زي الإنترنت، الأولاد حسي بيجوا يمسكوا الموبايلات أستاذ أماني. يعني أيوة. المسألة إحنا بنعملها إنه عشان نتواصل مع أولادنا لكن بيجت فيها مشاكل، فكلمين عن مخاطر المسائل دي وكيف إحنا نقدر ما دام هي متوفرة وموجودة نتعامل معها بشكل رقابي. أنا ما ضد العولمة لأنه أنا ما حقدر يعني أبعد طفلي من العالم طبعاً. الخارجي طبعاً. ومن التطور الحاصل، لكن بنفس الجرعة أنا بديه توعية. يعني في كل حاجة عندها محاسنة وعندها مضارة طبعاً. أكيد أنا لازم أوعي أقول له الحاجة دي استعملها على حسب برضو العمر، زي ما قلنا حنمشي خطوة خطوة. حنستعمل الموبايل عشان أنت لما تطلع عند أصحابك وأنا دايرة أجي أخذك أضرب لك تنزل لي. الموبايل مهم عشان أنا أقدر أتابعك مع خلصت درسك أعرف خلصت الحصة ولا لا. لكن الموبايل ما بنستعمله لحاجة تانية، هي ببتدي أوعي أول ما يبتدي التفت أو أحس إنه طفلي. يعني أنت بتجي ماشية داخلة كده فجأة على طفلك دس الموبايل أكيد في حاجة طبعا، يبقى خلاص أنت بتدي أوعي إنه بعد ده طفلك بدأ ينتبه في حاجات في الموبايل بتجيه. هو قد يكون مؤدب جدا الحوالي سيئين، ممكن برضه هو اللي يكون كعب. أيوة. وبيسوي الغير. أنا بالزبط. ما حأقول طفلي هو مية مية كويس. صح. ده بيحتمد أن أنا براقب بعاين بأدب، أنا بعمل اللي علي
والمحيطين اللي عليه ما حافصلهم من النت، ما حقدر افصله. اهم شيء جرعات التوعيه شويه شويه، صدقيني لو وعيتي حبه حبه وقعدتي معه لحظه ما هو بيدخل النت انت حتكوني صحبته، بل هو حيدعيك تشوفي معه. اشكرك كثير استاذه عماني ابو سمره، وانت امين امانه الطفوله بولايه الخرطوم، واتمنى ان شاء الله انه كل الكلام ده يكون بلسم لكل الامهات ولكل الاباء، وبالتاكيد تعليمنا لهم بالطريقه اللي انت قلتيها هيجعل مننا او هنواصل بالاخلاق السمحه والجميله المتعارفين بها كسودانيين. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا جزيلا. نتواصل معكم مشاهدينا بس بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا، أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا. بنتواصل معكم في بيت الهنا، فقرتنا الجاية بتتكلم عن الصحة والصحة بالغذاء مع اختصاصية التغذية والعلاج الغذائي زهراء الحسن. تعالوا نشوف نصيحتها لنا شنو الليلة، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالمشاهدين الأعزاء في فقرة التغذية، وحنتكلم اليوم عن الأنظمة الغذائية المنحفة. فبيظهر في عصرنا كثير من الأنظمة الغذائية المنحفة، فبعضها بكون غير صحيح بيؤدي إلى مخاطر كثيرة، فحنشرح إن شاء الله عن النظام غذائي مثالي يؤدي إلى نقصان الوزن أو تقليل الوزن من غير أي مضاعفات على صحة الإنسان. فعندنا في الأول حاجة متعارف به عالميا، أي إنسان أو أي شخص بيعاني من البدانة فيمنع منع بات من تناول أي نوع من أنواع السكريات في شكل السكر الأبيض، يعني كل المشروبات اللي ممكن يتناولها خلال فترة الرجيم تكون خالية من السكر تماما. الحاجة الثانية من الحاجات اللي بنمنعها ويكون متفق عليها أي زوج شخصي وزنه زايد، المشروبات الغازية بشتى أنواعها، إذا كانت في شكل شعير أو مشروبات مؤدية للطاقة. فالمشروبات الغازية سعرات الحرارية عالية، خالية من الفيتامينز، خالية من المعادن، غير منصوح بها أثناء فترة الرجيم أو أثناء فترة نقصان الوزن. فعندنا المادة الأولى اللي احنا ممكن نحدد بها السعرات الحرارية خلال فترة الرجيم هي المادة النشويات. فعندنا كثير من أنواع النشويات، مثلا الرز يعتبر من النشويات، المكرونة كانت في شكل قراصة أو في شكل خبز أو كان في شكل بيتزا، بنختار نوع واحد خلال الوجبة الغذائية واحدة. مثلا اخترنا من الأرز حناخد 5 ملاعق خلال الوجبة الواحدة، إذا كانت مكرونة برضو حناخد 5 ملاعق فقط، إذا كانت في من البيتزا تكون في قطعة مقدار قطعة البيتزا بالشكل قدامنا، إذا كان من النشويات من الخبز ممكن تكون مقدار 60 جرام في الوجبة الغذائية. الحاجة الثانية أهم حاجة وبتكون ثابتة في كل وجباتنا خلال اليوم اللي هي الخضار، والحاجة اللي بتمتاز بها الخضار دائما هي ما فيها أي سعرات حرارية أو مخزونة من السعرات الحرارية بسيط جدا لا يسكر. فالسعرات الحرارية في الخضار بسيطة، عشان كم احنا ننصح بها في كل وجباتنا، كان في الفطور أو في الغداء أو لما نحس الإنسان أنه عنده يعني في النص جيعان ممكن تناول خضار مقطع وتناوله بأن طريق الملعقة. ثاني من الحاجات المهمة جدا خلال فترة الرجيم اللحوم، فإسكات اللحوم بشكل لحوم حمراء أو لحوم بيضاء من الحياة المهمة جدا تكون في شكل السلق أو الشواء، يعني التحمير في فترة الرجيم ممنوع خالص، وقبل ما نعمل طريقة السلق أو الشواء نطلع كل الشحوم الموجودة على اللحمة. ثاني حناخذ كل الجلد في اللحمة البيضاء. في مجموعة مهمة وأساسية في فترة الرجيم هي الفواكه، عندنا دائما بنركز أن تكون الفواكه في شكل موالح لأن الموالح أقل سعرات حرارية، مثلا زي شنو البرتقال أو القريب ممكن تكون قطعة من التفاح. فالنظام الغذائي دائما اللي بيؤدي لنقصان الوزن ليس بعقاب، فنحن دائما بنكرر خلال وجودنا في الصالات مع زميلاتنا اللي اوزانهم زايده، النظام الغذائي المنحف ليس بعقاب، بل يشمل جميع الاصناف الغذائيه بكميات معقوله، والممنوع اصلا بيكون ممنوع فتره الرجيم. فبنتمنى ان تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم عن الاغذيه الغذائيه المنحفه اللي بتؤدي لنقصان الوزن، ونرجع للاستوديو. نشكرك أكيد على النصيحة الغالية دي، وإحنا نتمنى أنه نستفيد بشكل كبير من كل النصائح التي تقدم عبر بيت الهنا. مشاهدينا حلقتنا كانت عن التثقيف الجنسي للأطفال، هي المسألة يمكن ما تكون بالصعوبة صعوبة المسمى أنه إحنا نقوله في مجتمعنا، لكن هي من ناحية تانية ممكن يكون لها تأثير كبير على أطفالنا في المستقبل، وأنه نقدر نكون نصاحبهم بشكل كبير ويكون بيناتنا وبينهم الثقة، الثقة ثم الثقة ثم الثقة. هنا تشروق دوت تي في إيميلنا، خلونا نتواصل به ومعاكم، وبكرة لنا لقاء جديد، ودعناكم الله.
بيت الهنا.